يعني نروح لفريق الرجال بقى لكرة اليد، واللي اتكرم النهارده من قبل كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة بالكامل الحقيقة، ويعني ودار بينهم من بعض حوار وصور تذكارية، وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب على تكريم الفريق الأول لكرة اليد والجهاز الفني والإداري والطبي بالنادي الأهلي، وده تقديرا للنجاحات اللي حققها الفريق في الموسم اللي احنا فيه بعد الفوز ببطولة أفريقيا الأندية الأبطال وكأس السوبر الأفريقي وكأس السوبر المصري والتتويج بالدوري والتأهل إلى بطولة العالم للأندية سوبر جلوب. وأعرب كابتن محمود الخطيب عن تقدير مجلس إدارة لما قدمه الفريق على مدار موسم كامل نجح خلاله الجميع في تشريف النادي محليا وقريا والحصول على 4 بطولات مهمة عن جدارة واستحقاق. وأكد أن الأهم من حصد البطولات هو تقديم كل ما يمكن في الملعب، وأنه على الصعيد الشخصي بقى يعني ناخد بالنا من الكلمتين اللي جايين دول، وأنه على الصعيد الشخصي كابتن محمود الخطيب بيتكلم بيقول وأنه على الصعيد الشخصي لم يتقبل خسارة الفريق لبطولتي كأس مصر وكأس الكؤوس الأفريقية خلال الموسم الأخير، انطلاقا من أهمية الاستفادة من الأخطاء والمناقشة بكل قوة والمنافسة بقوة للفوز بكل البطولات. وأضاف الكابتن محمود الخطيب أن المسؤولية سوف تكون كبيرة على الجميع في الموسم المقبل، وهو ما يستوجب مضاعفة الجهد والتركيز لكتابة التاريخ وتحقيق تطلعات مجلس الإدارة وجماهير الأهلي صاحبة الفضل في كل هذه الإنجازات. وفي ختام جلسته مع الفريق شدد على ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين وتحليهم بشخصية النادي، وأكد على استمرار الدعم والمساندة للمنافسة على كل الألقاب. خلينا نروح نشوف كلمة كابتن محمود الخطيب في تكريم فريق كرة اليد الرجال، وارجع لحضراتكم تاني. طبعا احنا صحيح سعداء جدا ان احنا معاكم النهاردة، واحنا عايزين كنا زمان كده عملنا حفلة جماعية لكل الناس، فاحنا قلنا لا لازم الاحتفال يبقى مع الفرقة عشان نشوفهم ويشوفونا ويكون في اكثر يعني قريبين من بعض اكتر يعني. وانا النهارده يمكن احنا يعني حريصين كمجلس اداره ان احنا نقعد معاكم على اساس نتابع مع بعض او نتكلم مع بعض، مش بس على التكريم، مش بس على ان احنا نشكركم على اللي حققتوه، لكن كمان عشان نبقى صراحه جدا مع بعض وعشان نفكر في المستقبل. فانا الحقيقه طلبت من الكابتن خالد العوضي اعرف تفاصيل كاملة عن الموسم والنتائج الموسم. فأنا بطولة أفريقيا الأندية أبطال الدوري أول الحمد لله، كأس السوبر المصري أول الحمد لله، كأس السوبر الأفريقي أول، دوري المحترفين أول. أوكي 4 بطولات، و4 بطولات بنعتز بيها جدا، ولكن لازم مع البطولات لازم نكون واضحين مع بعض وصراحة مع بعض. ما ينفعش ان انا اخرج من كاس مصر، الرياضة فيها كل حاجة وفيها مكسب وخسارة وممكن نخرج وممكن نخسر، ولكن اللي مش ممكن ان احنا منعملش اللي علينا، او مش ممكن ان احنا منقومش بدورنا صح. فبنخرج من كاس مصر من دور الـ16 مع البنك الاهلي وافريقيا، ودي الحاجه اللي مزعلاني انا شخصيا، ان انتوا بقالكم دلوقتي تاني سنه او تالت سنه، دي على التوالي تاني سنه، تالت سنه على التوالي تاخدوا سوبر وتخسروا افريقيا. طالما تقدروا تاخدوا كل حاجه خدوا كل حاجه، لكن لازم انا مع الالتزام والجديه والاصرار والعزيمه مع الجانب الفني، لازم ده يبقى ده يعني الهدف بتاعكم اللي هو ما يتغيرش. عايزين الكاس اللي جاي والدوري اللي جاي وافريقيا اللي جاي لازم نفكر فيه، نفكر فيه بقوه انك تستحقوا ده وتستاهلوا ده وتقدروا عليه. ده اللي انا كنت عايز اقول لكم يا جماعه، بشكركم على الموسم، بشكر الجهاز بتاعكم على الموسم، وان شاء الله اللي جاي يبقى افضل باذن الله. الحقيقه يعني انا لو لاعب واتقال لي او تم ابلاغي من الجهاز الفني يعني او الجهاز الاداري في النادي ان النهارده في تكريم لكابتن محمود الخطيب، انا عايز اقول لكم يا جماعه ان الواحد بيكون فرحان بس في نفس الوقت قلقان، لانه النهارده في كشف حساب. النادي الاهلي بيدعمك وبيقف جنبك، وهو ده سياسه النادي الاهلي، ودي عبقريه الاداره في النادي الاهلي. هو بيديك كل الصلاحيات كجهاز فني ولاعبين ودعم غير محدود، حتى لو انت لا توفق اثناء الموسم في بعض البطولات،
ولكن اخر الموسم بيجي كشف حساب. النهارده كابتن محمود الخطيب داخل وكاتب ومتكلم على النشاط الرياضي قبل تكريمه. فالنهارده دي تكريم، تكريم، ولكن دي مسؤوليه كبيره، لان كابتن محمود الخطيب بيطلب منك السنه الجايه تركيز. شوف كابتن محمود قال كلمه حلوه قوي، قال لك تقدر تاخد كل البطولات خدها. يعني الكلمه ليه كابتن محمود بيتكلم الكلام ده؟ عشان بعد 10 سنوات لما نيجي نقول ارقامنا ايه، ما يبقاش النادي الاهلي في نادي في مصر ارقامه احسن منه في اي لعبه. الواحد كان زمان بيبقى غيور جدا وكان بيتضايق جدا لما يلاقي النادي الاهلي متاخر في بعض الالعاب بارقامه. الاربع خمس سنين اللي فاتوا الحقيقه حصل طفره كبيره جدا في كل الارقام، وانا مستعد نقعد مع بعض ونتكلم ونعمل كشف حساب واقعد مع حضراتكم بالورقه والقلم ونحسبها. كان ارقامنا في كره اليد بعيده، خاصه في بطوله زي سوبر اليد، سوبر افريقيا لكره اليد، كان ارقامنا بعيد جدا جدا في كرة الطائرة مثلا، كنا قريبين في الدوري في كرة الطائرة، والسنتين اللي فاتوا حصل. فالنهارده خدنا بطولتين، الاربع بطولات. فالنهارده برضو نفس الكلام بالنسبة كرة السلة سيدات، لا النهارده بقى فيه اصرار ان احنا نعمل تاريخ النادي الاهلي. كرة السلة رجال كان عندنا مشكلة كبيرة، وكان دايما الجماهير بتبقى زعلانة جدا من فريق السلة، ولكن النهارده احنا بنعمل تاريخ. فالنهارده كابتن محمود الخطيب بيقول لك تقدر تاخد كل حاجة خدها. هتقدر على ده؟ تقدر، عندكم الامكانيات، عندكم الامكانيات، بس يبقى عندكم الرغبة.